صباح الخير ومرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو خفيف نظيف. رجعتكم اليوم في فيديو جديد باش نعمل لكم الكوكتيل. كيفاش نعملو كوكتيل دو فروي؟ دونك اللي عنده فروي فريسك ديت بيريمي كيما البنان، منقولش بيريمي مي طابت فوق القيمة، وليو باش نطيشوها دونك نختنمو الفرصة. كيف ما هوني باغ اكزومبل عندي الفريز، فريز داي تيب غسلته وحطيته في كونجيلاتور، اليوم خرجته باش نعملو كوكتيل. عندي هوني الغلة اللي عندك موجودة في الدار، عندي كابا مونغ، عندي كابا تفاح، وعندي بنانا. دونك باش نبداو في الكوكتيل نتاعنا، ساهل ياسر. نحطو نبداو بالفريز نتاعنا باش نقصو مع دي ترونش كيما نشوفو هوني بنان، وباش نزيدوه شوية أي جو موجود عندك في الدار. دونك الخضور بيان سور تحب تزيد معاه الحليب تنجم تزيد معاه الحليب، أما أنا باش نزيدو لورانج. دونك نسكر عليه من بهي. هوني سي بون الجو نتاعنا، دونك باش ناخدو حاجة نضيفة باش نفرغو فيها اللي تحصلنا عليه. هلا كيف العادة نحطو بخيط الفخاز متاعنا، هلا نحطو التفاح، وشوية جو. نكملو المانجا نتاعنا والتفاح نتاعنا. الو نجيو هوني بعد ما كملت بقيت التفاح وبقيت المانجا كيف ما نشوفو، من غير ما زدت لا سكر لا شيء كالعادة. جو اللي يحب يزيد سكر انا مش باش نزيدو سكر، جوست باش نخلي السكر اللي موجود في الغلة ديجا اللي عنا واللي موجود في الجو. بالنسبة للعباد اللي يحب يزيد السكر يزيد السكر، ولا انا دو بريفيرونس تحط معاه لاسال سي ميو. هلا نحطو بالباهي بالباهي، هلا هذا الكوكتيل نتاعنا. اللي يحب عندو كعبات دقلة يحب يزيد معاهم مع السكر. دونك ناخذو دبوزة نتاع الكوكتيل وباش نحاولو نصبو فيها الخليط نتاعنا. الو بدلت القمع، بدلت قمع مع اكبر. دونك ناخذو الميلونج نتاعنا ونحاولو باش نصبوه في الدبوزة نتاعنا. هلا كيما نشوفو هكا، بسم الله. الوغ هوني كيما نشوفو كملنا الكوكتيل نتاعنا. كيف ما نشوفو هوني
حطيته في الفيرم تاعو، هذا كوكتيل محطوط في الدبوزه نتاعو، وكيف ما قلت لكم معمول بالغله، اي غله موجوده عندك. انا هوني عملتها بالمانجا وبالبوم وبالفخاز. دونك بيان سور جبت جو نتاع لورانج، انت اي غله عندك موجوده وبدات باش تبيري ما عندك واللي باش تطيشها استغلها بتعمل فيها كوكتيل. هوني انا في الكوكتيل نتاعنا ما زدتش السكر، اعتمدت على السكر الموجود في الغله وحطيت معاه السكر الموجود في الجو ديجا. دونك هوني انا ما زدتش، حطيت معاه حاجه حلوه كيف ما نشوفوا هوني بقلاوه. البقلاوه هذه عملته المره اللي فاتت فيديو وما تسجليش مالوريزمون، المره الجايه ان شاء الله نعاودها ونوريكم الوصفه نتاع البقلاوه. جات بنينه بنينه بنينه، ما نحكي لكمش كيفاش. وصحه وبشفاء وان شاء الله في وصفات قادمه. واللي ما ابوناش في الشين ماذا بيه يدخل ويابوني في الشين باش يوصلوا كل جديد. باي باي وان شاء الله نهاركم زين.